تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم نراجع الحته اللي انا في الاكزامينشن. قلنا عشان اوصل للبروبر دايجنوزس اعمل ثلاث حاجات: واحد هيستوري كويس، اثنين اكزامينشن كويس، ثلاثه انفستيجيشن مطلوب. خلصنا الهيستوري والاكزامينشن، قلنا ثلاث حاجات كبار: جنرال اكزامينشن ولوكال اكزامينشن واوسكالتيشن. اللوكال اكزام هو اللي الناس بتقولوها انسبكشن بالبيشن بيركشن، هو ده. لكن احنا لان ده كارديولوجي والسماعه فيه مهمه جدا، فصلنا الاوسكالتيشن، فصلناه. فبقى الاوسكالتيشن لوحده بقى اكزامينشن اوف كارديك بيشن جنرال ولوكال واوسكالتيشن. اللوكال اكزامينشن هو الانسبكشن والبالبيشن بيركشن. انسبكشن يعني ابص بعيني، بالبيشن يعني احط ايدي، بيركشن اقعد اخبط شويه. تمام؟ What is the aim of the local exam of the heart؟ حاجة واحدة بس، واحدة بس. تخيل، the aim of the local exam of the heart is to detect chamber enlargement. Full stop. يعني أنا بقى inspect the heart عشان أشوف أني chamber كبير، ببالبيت the heart عشان أشوف أني chamber كبير، ببركز the heart عشان أشوف أني chamber كبير. يبقى ال inspection والpalpation والpercussion التلاتة الهدف منهم واحد، وهو يعني to detect chamber enlargement. أني واحد كبير، على فكرة دي أهم حاجة في كارديولوجي، أني chamber كبير دي أهم حاجة في كارديولوجي، يعني قد تكون أهم من الأوسكالتيشن. طيب في كم chamber في القلب؟ طبعا الجحش هيقول أربعة، لكن هما ست: right to left atrium، right to left ventricle، و pulmonary aorta. التو فيسلز دول تشيمبرز لازم تو بي ديتكتد كبار ولا لا. فهنبدا باول حاجه وهو اهم حاجه، از ذا ليفت اتريوم. ليه اهم حاجه؟ لان لا يمكن تفحصه. انا بقول انسبكشن ما يبانش حاجه، بالبيشن ما حسش حاجه، بيركشن ما فيش حاجه. حتى اللي بيقول لك في ضلم سنه في الثيرد سبيس ده كلام فاضي، ده كلام تهريج. يبقى الليفت اتريوم is the only chamber of the heart which could not be detected clinically. طب اجيبه ازاي؟ باي طريقه ثانيه؟ باي طريقه؟ اجيبه باكس راي. الليفت اتريوم is the most posterior chamber of the heart. الهارت جاي بوز كده والليفت اتريوم ورا كده ورا، فهجيبه ازاي؟ ده محاط بلانك وهارت امامي، فمش هيجي. اجيبه باكس راي ببيريوم لان هو بوستيريو ستراكشر، فيأثر في الاسوفجس. ابلع العيان بيريوم سوالو مش بيريوم ميل، الاقي الاسوفجس بدل ما هو ماشي كده اهو، ده نورمال اسوفجس اهو، الاقي ده عامل كده، الليفت اتريوم زق. يبقى ده برضو حاجه مهمه جدا بالاكس راي بالبيريوم. طيب بالاكس راي بلين في البوسترا انتيريور، ادي البلين اكس راي اهو. نورمالي القلب له ويست عامل كده، ده ويست اوف ذا هارت. الاقي اتمل، الاقي ده اتاخد، ممكن الليفت اتريوم يعمل الحركه دي. بالايكوكارديوجرافي ده انا هجيبه لك بالسنتي، بالاي سي جي الاقي بي مايترال. اذا الليفت اتريوم لازم اجيبه بمساعده حاجه مش اكلينيكيا، ولكن يو كان سسبكت ليفت اتريوم. طب متى؟ لو كان المرض يكبر ليفت اتريوم والعيان عنده حاجه بتقول ان في ليفت اتريوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما اقولش مثلا ده عنده ليفت اتريوم عشان عنده ديسفيجيا عشان رجله بتوجعه، لا، ده عنده مايتر سينوز. يبقى المرض يكبر ليفت اتريوم ومش عارف يبلع، يبقى الليفت اتريوم ضغط على الاسوفجس، او الليفت ريكرنت لانجيال نيرف بيمر من تحت الليفت اتريوم، فلو كبر يفسخه يقطعه. الرايت لا، انما الليفت بيخش الثوركس ويلف ويطلع تاني. يبقى عندي تو سيمتومز لو المرض بيكبر الليفت اتريوم، بدايه مايتر ريجيرج، مايتر سينوزس، هايبرتنشن. ولقيت العيان عنده الحاجتين دول، اما ديسفيجيا واما هورسنس اوف فويس او الاثنين، واحد بيبلع بصعوبه وصوته اتغير، اقول غالبا، خلي بالك من الكلمه، اقول غالبا ده عنده ليفت اتريوم. يبقى الليفت اتريوم اكلينيكيا ما نقدرش نجيبه، لكن وي كان سسبكت، بشرط ان يكون المرض
بيكبر الافتتر. وفي ناس كتير عندها ديسفيجيا وناس كتير عندها هورسن سوفايس، ما فكرش في الافتتر الا لو كان المريض عنده مرض يكبره زي مايتروسينوزس او مايكروسينوزس. خلصنا من الافتتر، سهل جدا جدا جدا. تعال في الرايت اتريم بقى وهو اسهل واسهل. الرايت اتريم وضعه كده اهو، ادي الاسترنم اهو اهو، وادي الرايت اتريم هنا اهو. فلو كبر يجي تو ذا رايت اوف ذا سترنم اهو، كل ده رايت اتريم تو ذا رايت اوف ذا سترنم. طب هل هو من القوه ان انا اقدر احط اصبعي او ايدي احسه؟ لا. طب هل هو من القوه بحيث ان انا اشوف البلسيشن بتاعته؟ لا. يبقى باي انسبكشن ما جيبش رايت اتريم، باي بالبيشن ما جيبش رايت اتريم، لكن بالبركشن الاقي ضلنس تو ذا رايت اوف ذا سترنم. تو ذا رايت اوف ذا سترنم الحته دي ضل، ممكن يطلع رايت اتريم، ممكن يطلع رايت اتريم، تمام؟ طب في اسباب اخرى كده؟ طبعا طبعا. واحد عنده دكستروكارديا قلبه على اليمين هيبقى عنده ضلنس تو ذا رايت اتريم، واحد عنده بريكاردال افيوجن هيبقى عنده ضلنس. بلاش قلب خالص، عنده بلورال او بالمونري سمثينج يبقى عنده ضلنس، يبقى برضه بنلاقي ضلنس لما نشوف هل العيان ده فعلا ممكن يطلع رايت اتريم ولا لا. يبقى سهل باي انسبكشن مفيش حاجه، باي بالبيشن مفيش حاجه، باي بيركشن الاقي ضلنس تو ذا رايت اوف ذا ستر. واضح؟ خدنا الليفت اتريم والرايت اتريم. تعال ناخد الليفت فنتركل بقى. تعلمنا واحنا اطفال في كليه طب اطفال ان في حاجه اسمها ايبكس، ذا ايبكس اوف ذا هارت. وات از ذا ايبكس اوف ذا هارت؟ ات از ذا اوتر موست لوور موست بالبابل بالسيشن اوفر ذا تشيست وول. تاني، ات از ذا اوتر موست لوور موست بالبابل بالسيشن اوفر ذا تشيست وول. ادي التشيست وول اهو كله، وادي هارت اهو، في بالسيشن هنا وبالسيشن هنا، مين فيهم الايبكس؟ دي، يعني دي الاوتر موست لوور موست مش دي. يبقى باي ديفينيشن ذا ايبكس از، يبقى الايبكس تعريفها واضح، ذا اوتر موست لوور موست بالبابل بالسيشن اوفر ذا تشيست وول، سواء في الشمال اذا كان العين نورمال او في اليمين اذا كان عنده ديكستروكارديا. طيب لو الليفت فنتركل، ادي الليفت فنتركل اهو الحته دي، لو كبر بيكبر كده، شايفين اتجاه السحب اهو، ده اتجاه السحب. يبقى ده ايبكس في الليفت فنتركل، ادور عليها ادور عليها. if it is deviated down and out بقى ليفت فنتركل. ادي اول صفه، يبقى اول صفه من صفات ليفت فنتركلر هايبرتروفي is apex which is deviated down and out. سهله. طيب هو الايبكس القلب عامل كده بيتحرك كده، دي السيستول. يبقى لما اشوف الايبكس اللي طالعه في السيستول اقول لك طب اشرفه، اقول لك طب في حاجه 100 سيستوليك 100 ما فيهاش مناقشه، كاروتد. تقارن الكاروتد بالايبكس طالعين سوا بقت الايبكس سيستوليك. يبقى تاني صفه من صفات الايبكس بتاعت الليفت فنتركل انها سيستوليك التايمنج. تالت صفة واخر صفة انها لوكالايزد، مش واخدة مساحة كبيرة، طلع بوس كده. يبقى what is the character of left ventricular hypertrophy؟ تلاتة، apex which is deviated down and out، apex which is systolic in timing، and a very localized apex. بقيت بتتكلم في left ventricular. هنا بقى عايزين نفرق اتنين، left ventricular ممكن يكون dilated زي الاورتيك ريجيرش، ممكن يكون هايبرتروفي زي الاورتيك سينوزس، ممكن الايبكس از سستيند وفي مكان وفي مكان لا ديفيتد ولا حاجه، لكن سستيند لما احط ايدي عليها تفضل لازقه على ايدي شويه كده. سستيند تبتدي باس، يبقى سيستوليك لود زي الاورتيك سينوزس، سيستوليك لود. الثانيه الهارت از اورتيك ريج ذا فوليوم لود، ده مش بريشر لود، ذا فوليوم لود. يبقى القلب هيتمدد، يبقى دايليتد، يبقى فعلا الايبكس از هايبر دايناميك اند ديفيتد. يعني ممكن جدا اشخص ليفت فنتركل كبير والايبكس في مكانه،
اللي هو الفيفث سبيس في الميد كارفيكار لاين في نفس المكان ده واشخصه. ليه؟ لانها سستيند ايبكس قاعده على الايدي شويه، بينما الهايبر دايناميك تك تك زي الاورتيك ريج، ده فوليوم لود وده بريشر لود، ده سيستوليك اوفر لود وده دايستوليك اوفر لود. السيستوليك اوفر لود بتبقى سستيند ايبكس، الدايستوليك اوفر لود بتبقى هايبر دايناميك ايبكس باي انسبكشن اند باي بالبيشن. البركشن ما فيهوش حاجه في الليفت فنتركل الخاص، ملوش علاقه. اتفقنا؟ ادي الليفت فنتركل، احنا خدنا ثلاثة تشيمبر كده. الرايت فنتركل بقى ده مهم جدا 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 وتشخيصه مهم. القلب كده، ادي الليفت فنتركل، لما كان الليفت فنتركل كبر كان بيعمل كده. هو اللي بيطلع. لما الرايت فنتركل كبر بقى يعمل كده. بص بقى الايبكس بتعمل ايه في السيستول؟ بص بتخش وتطلع في الدايستول. يبقى سيستوليك ريتراكشن. الليفت فنتركل سيستوليك بلش بتطلع اثناء الدايستول، القلب بيعمل كده. انما الرايت فنتركل بيعمل كده. فبيدخل الايبكس وهو بيطالع. يبقى عنده على الايبكس، اولا هي راجعه بالراحه. تبقى لا يمكن تبقى الكولايست. تبقى ديفيوز. وبعدين مش هلاقي اللوكالايز ايبكس اللي انا متعود عليه في الليفت فنتركل، دي فيري ديفيوز، الاقي ديفيوز ايبكس. نمره ثلاثة مهمه جدا، ان الرايت فنتركل لو كبر بيكبر كده، يبقى السهم كده، تبقى ديفيتد اوت فقط. يبقى از ريجارد ايبكس، ايبكس ديفيوز، الليفت فنتركل لوكالايز، ايبكس ديفيتد اوت فقط، ديك اوت اند داون. ايبكس دايستوليك، بس عيب لما قلت دايستوليك هقول سيستوليك ريتراكشن، هي بتخش في السيستول ودوكها سيستوليك بانج اللي بتطلع في الدايستوليك. ادي الايبكس. طب والدوشه اللي جوه دي ما علقش عليها؟ الحركه دي اهي، الحركه دي مهمه جدا. الاقي هنا باراسينال بالسيشن، بالسيشن قويه جدا تضربك، وايبيجاستريك بالسيشن مهمه جدا في حته اسمها ذا بير اريا اوف ذا هارت. وات ذا بير اريا اوف ذا هارت؟ ات از ذا هارت، ات از ذا بارت اوف ذا هارت uncovered by the lung، حته من غير اللنج، عشان كده دي حته ضل ضل بايه؟ باللايت بركشن. انا عندي هنا لنج وهارت، لو عملت لايت بركشن يبقى ريزولت. ليه؟ لان هارت بس قدامه حته لنج، ده ما قدامهوش حاجه خالص. الحته اسمها بير اريا، المنطقه العاريه ما فيهاش لنج. لما الرايت فنتركل يكبر يكبرها، يبقى انكريز ان ذا بير اريا اوف ذا هارت باي بركشن. يبقى وات ار ذا كاركتر اوف رايت فنتركل بيرفكت؟ ايبكس ثلاثة وجوه ثلاثة، الايبكس ديفيوز وطلع بره فقط اوتسايد، والسيستوليك ريتراكشن، وجوه ثلاثة ايبيجاستريك بالسيشن وباراسينال بالسيشن وانكريز ان ذا بير اريا اوف ذا هارت. ادي الرايت اتريب والرايت فنتركل، ليفت اتريب وليفت اتريب. فاضل البالمونري والاورتا. البالمونري طالع من اليمين لكن رايح الشمال، والاورتا طالع من الشمال لكن رايح اليمين. رايح فين؟ يمين وشمال في السكند سبيس. يبقى الاورطة طالع من الليفت لكن رايح الرايت سكند سبيس، والبالمونري طالع من الرايت رايح الليفت سكند سبيس. يبقى ان ذا سكند سبيس اف ذير از بالسيشن سين، ادي انسبكشن، بالسيشن فيلت، ادي بالبيشن، دلنس، ادي بركشن. ان ذا رايت سكند سبيس بقى اورطة، ان ذا ليفت سكند سبيس بقى بالمونري. ادي الستة تشيمبرز. يبقى كيف تشخص بالمونري ارتري؟ تقول لي بالسيشن سين، بالسيشن فيلت، اند دلنس ان ذا سكند ليفت سبيس. اقول لك برافو عليك، ده بالمونري ارتري دايليتيشن. كيف تشخص اورتا دايليتد؟ تقول لي بالسيشن سين، شفتها بعيني، بالسيشن فيلت على الستة، اند دلنس فين؟ في السكند رايت سبيس بقى اورتا. دول هنا ادي الستة تشيمبرز بتوع القلب المهمين جدا جدا جدا. اهم حاجة في واحد بيفحص عيان قلب، اهم حاجة هو ان يكون هذا هدفه local exam of the heart. what is the local exam؟ له هدف واحد، to detect the chamber in the marsh. بنعمل ايه؟ بنعمل inspection, palpation, percussion. نشوف كم حاجة؟ نشوف ست حاجات، left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle and the pulmonary aorta. ممكن تعمل لهم جدول خفيف جدا، الجدول يبدا بكده اهو، ادي الجدول اهو، ثلاثة هنا انسبكشن، هنا بالبيشن، هنا بركشن، هنا ليفت اتريوم، هنا رايت اتريوم،
هنا رايت ليفت فنتركل، هنا ليفت فنتركل، هنا بالمونري، هنا اورتو. بس خلص الجدول هتلاقي ده الكارديولوجي، هو ده الكارديولوجي اللي يتكلم على اي حاجه ميرمر من غير ما يسبق يقول لي ده عنده ليفت فنتركل، لا ما مش دكتور. هقول لكم مثلا، انا حطيت السماعه هنا في الحته دي، لقيت سيستوليك ميرمر، على فكره ممكن يبقى مايتر ريجيرش بروسير ليفت ريجيرش بيخش الميرمر على جوه، ممكن يبقى تراكاسبيد ريجيرش. لو انا شايف من الاول ان ده عنده رايت فنتركل بقى تراكاسبيد بدون مناقشه، لو انا شايف من الاول اللي عنده ليفت فنتركل بقى مايتر. فتديتكت تشامبر انلارجمنت دي اهم حاجه في حياه الكارديولوجست، انك تعرف انت جاي منين. بعد كده بقى هنتكلم على حاجه مهمه جدا الحصه الجايه ان شاء الله، الاوسكالتيشن، استعدوا له.